مرحبا أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم في برنامج كشكول. برنامجنا زي ما عودناكم بيحتوي على فقرات منوعة مسلية ومفيدة. في كل حلقة رح نحكي عن فنون ورياضات وحكم، وكمان رح نتعرف على مدارسنا المميزة عن قرب من خلال أصدقائنا المميزين في مدارسهم. لكل الأصدقاء اللي بيشاركوا في رياضات وفنون معينة وبحبوا يحكوا لنا عن مدارسهم إذا كانت مميزة، بإمكانكم تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك واللي بيظهر في أسفل الشاشة. في بداية حلقتنا لليوم من برنامج كشكول راح نروح نتعرف على نشاطات مميزة في فقرة مدرستي أحلى. يسعد أوقاتكم مشاهدين الأطفال، وأهلا وسهلا فيكم بفقرة مدرستي أحلى من برنامج كشكول. أنا معاكم ميسي ريم من مدرسة بنت الأزهر. خلينا نتعرف على الفعاليات والنشاطات اللي بتتميز فيها مدرستنا. بالبداية خليني أحكي لكم ليش تسمت مدرستنا ببنت الأزهر، تيمنا بالصحابية الجليلة خولة بنت الأزهر. وهلأ خلينا نتعرف على الأشياء اللي بتتميز فيها مدرستنا، خليكم معنا. بالنسبة للوح اللي عنا بنسميه لوح تفاعلي، بحيث انه يتيح للطالب انه يلمس الاشياء ويحسها ويشتغل فيها بأريحية كاملة. مثال، احنا صممنا هاي الالعاب، مثلا طالب حب يجاوب على سؤال، مثلا يعتبر الطب المثال الاتصال قديما او حديثا، بصير يفكر الطالب قديما حديثا، بحكي له اوكي انت بتأشر على البطاقة اللي هون وبطلع الجواب برا، فهيك الطالب بيستمتع وبصير عنا عنصر تشويق ومتعة وحماسية للطالب. استفدنا بشكل أفضل، صار التعليم أسهل، بطلنا نأخذ معنا الحقائب المدرسية، صرنا على السمارت نوتبوك واللوح الذكي، صرنا نحب ومرح وتشويق للعب. استفدنا كثير من التطبيقات، في بعض التطبيقات خففت علينا ثقل الحقيبة كنا ما نجيبها، فكرنا أنه نتعلم عن طريق تطبيقات الكتب الرقمانية، وكان عندنا ألعاب تعلمية بتفيدنا وبتسهل علينا التعلم التعلم والحفظ. ومستمرين معكم أعزائي المشاهدين بفقرة مدرستي أحلى، وهلأ إحنا موجودين بالمسرح. إحنا من خلال العنوان المسرحية حابين نوصل هدفنا وهو قصة كل شهيد وإم شهيد. شكرا. مرحبا. أهلين. عارفين عن حالك؟ أنا دين هشام. سلام. احكي لنا، هل استفدت من المسرح وتجربتك فيه؟ طبعا أكيد، المسرح هو يبرز مواهب الطالبات في المدرسة وبيعبر عن الرسائل اللي في داخل الطلاب الفلسطينيين لتوصيل رسالتنا للعالم وللشعب الفلسطيني. ومكملين معكم بفقرة مدرستي أحلى بفقرة المقصف. هذا المقصف كله فيه أكل صحي ومنتجات فلسطينية. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ وجدان. معلش تعرفينا مين اللي أعطاكم وفريقكم هذه الجهنهات الفلسطينية؟ مديرة المدرسة ومجلس أولياء الأمور والمجتمع المحلي. شكرا لك. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ ساره ابو عاصي. كم قيمه هذا الجناح الفلسطيني، وهل بالضروره انك تشتري فيه كامل؟ 5 شيكل. نعم بالضروره. احنا في حصه الرياضه مبدئيا بهمنا بنات ينزلوا بنظام، هون لما بدهم يجوا بدهم يتعلموا عن اللياقة البدنية، بدنا نعمل أول إشي إحماء، بدنا نعمل تمرينات رياضية وحنفوت في المهارات. المهارات سواء كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، جمباز وإلى آخره. هلأ طبعاً من خلال هاي المهارات بنبلش نشوف إنه في بنات عندهم مواهب،
يعني في بنت بتكون بالفطرة موهوبة بالجمباز أو بكرة السلة، بنصير إحنا نشتغل على المهارة وننميها بحيث إنه هاي البنت تصير لاعبة ممتازة وتمثل اسم المدرسة في المباريات وتجيب لنا إن شاء الله فوز وكأس. أنا وصغيرة من لما كنت بالروضة كنت أتدرب جمباز على حركات يعني ابتدائية مثلا مثل الدحرجة، وبعديها كان بابا يساعدني دائما، ولما صرت أروح يعني من صف تاني بدأت أتدرب مع مس ليليا ولصف سابع هلأ يعني وصلنا نشارك بمسابقات وهيك أشياء يعني. وبهيك أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية الحلقة في فقرة مدرستي أحلى من برنامج كشكول، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ومع السلامة. مين فينا بحب الموسيقى؟ لهيك بكل حلقة راح نتعرف من خلال فقرة موسيقى على آلة موسيقية معينة، واليوم خلينا نشوف شو هي الآلة الموسيقية. البوق هو آلة موسيقية تستخدم في الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز. للبوق ثلاث صمامات للحصول على عدد متغير من النغمات، والضغط على صمام واحد يعطي 11 نغمة. يضم الأوركسترا عادة ثلاث أبواق، وأهم ما يميزها عن سواها من آلات النفخ النحاسية أنها ذات أنابيب مستقيمة متوازية اسطوانية الشكل في الغالب، بالأنبوب الأخير ذي شكل مخروطي منساب في الاتساع تدريجياً حتى ترى في يشبه الجرس. يستخدم البوق في العديد من أنواع الموسيقى بما فيها الموسيقى الكلاسيكية والجاز. ومن عازفي البوق المشاهير لويس أرمسترونغ، مايلز ديفيرز، وديزي جيليسبي، تصنع معظم الأبواق من النحاس والقليل منها يصنع من البلاستيك أو الفضة. تتكون الأبواق في الغالب من أنابيب في أشكال وأطوال كثيرة، تنتج الاختلافات في الأنابيب مجموعة كبيرة منوعة متسعة النغمات، تمتد من الصوت الرائع للبوق المثقب إلى الصوت الدافئ الرخيم للبوق الفرنسي. يتم تحديد درجة النغم في كل الأبواق النحاسية بواسطة توتر شفتي العازف في الجزء الذي يوضع بينهما من الآلة الموسيقية. يوجد أيضاً بالأبواق النحاسية صمامات أو أجزاء منزلقة تسمح بتغيرات إضافية في درجة النغم. كانت الأبواق قديماً تصنع من المواد الطبيعية مثل قرون الحيوانات، الأنياب، القواقع، أو من قطع مجوفة من الخشب. استعمل الناس الأبواق لإرسال إشارات لمسافات بعيدة لا يمكن تغطيتها بصوت الإنسان. بابتكار الآلات الموسيقية الأكثر تعقيداً أصبحت أنواع كثيرة من الأبواق أكثر شيوعاً في الفرق الموسيقية وفرق الأوركسترا. من ناحية ثانية، تستعمل الأبواق المصنوعة من المواد الطبيعية في الوقت الحالي في كثير من مناطق العالم لتبليغ الإشارات أو في مصاحبة الرقص أو في المراسم. يرجع تاريخ آلة البوق إلى المماليك القديمة، وقد عثر عليها في الحفريات المصرية بالأقصر عام 1923 في مقبرة توت عنخ آمون الذي حكم مصر في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. يتميز البوق بذو صوت حاد ونفاذ للحصول على عدد من متغيرات من النغمات. إن أقدم بوق نحاسي معروف هو الشوفار، وهو مصنوع من قرن كبش منحني، وهذه الآلة الموسيقية يرجع تاريخها إلى نحو 6000 سنة. كل واحد فينا
بحب يعمل كل الأشياء اللي بيرتاح وهو بيعملها والأشياء اللي بحبها، وكل واحد فينا عنده أفكار معينة، ممكن تكون الأفكار صحيحة ممكن تكون خاطئة، بس إحنا ما بنعرف إنها خاطئة. لهيك في فقرة حكمة الأسبوع رح نتعرف أنا وياكم على نصيحة جديدة بكل أسبوع، وهلأ خلينا نروح ونشوف نصيحة اليوم. مرحبا أصدقائي، كل عام وانتم بخير. طبعا بما انه احنا بلشنا بالعام الدراسي حابب احكي لكم عن موضوع الدراسة بانتظام. شو القصد بموضوع الدراسة بانتظام؟ قصدي ما نترك الدراسة تتراكم علينا. خلينا اوضح لكم اياها بمثال. يعني عنا كمية مي ولازم نشربها كلها عشان صحتنا، بنشرب مثلا 2 لتر، ما بنقدر نشرب الكمية كلها دفعة واحدة، وهيك العلم على دفعات بنفهمه وبنهضمه وبنستفيد منه. بعض الطلاب لما ياخذوا درس بروحوا بتركوه ما بدرسوا، ولما يروحوا على الحصة بكونوا ناسيين شو درسوا. وأكيد التعليم تراكمي، يمكن يكون الدرس الأول مرتبط بالدرس الثاني وهكذا. تخيل نيجي يوم الامتحان ندرس المادة كلها، بتخيل حيكون صعب إذا ما كنا درسين أول بأول. لهيك أصدقاء الأطفال أدرسوا أول بأول وركزوا بالحصة شو بيحكي الأستاذ عشان تقدروا تتفوقوا وما تنتهيوا مع أصدقائكم بالصف. بتمنى لكم أصدقاء الأطفال عام سعيد، ورح نحكي بحلقات قادمة عن الدراسة، وإلى اللقاء. العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة هي مدخل مهم لحفاظنا على أجسامنا وكمان عقولنا، وغير هيك هي نشاط ممتع وخاصة إذا كل واحد فينا اختار الرياضة اللي بيحبها. بما إنه كل رياضة إلها أهميتها، أنا وياكم كل حلقة رح نتعرف على رياضة مختلفة، وهلأ رح نروح مع بعض لحتى نتعرف على رياضة اليوم من كسكول. بلشت في هاي المبارزة من عمري 12 سنة كان، وحلمي إنه أحقق أكون بطلة عرب، ولقدام كمان أحقق ميداليات وأكون أدخل بطولات أكتر، وحلمي الوحيد إني كمان أدخل بطولة البحر المتوسط، وكمان إذا ما قدرت أحقق هذا الإشي إني أحققه من اللاعبين اللي عم بدربهم. في عنا أطفال ببلشوا من عمر 8 سنين وأكبر، وفي عنا فريق للكبار. احنا بنوجه رسالة للأهالي انهم يبعثوا اطفالهم عنا، احنا بنهتم بالدراسة، بنهتم بنحاول نوصل رسائل اجتماعية مثل حب الوطن، نظافة الشخصية، التعاون والثقة يعني بنعزز الثقة بالنفس، وبجانب اللي هي الرياضة واللياقة البدنية اللي بنحاول نخلقها عند الأطفال وثقافة الرياضة عندهم. عدت بطولات على مستوى النادي، بعدها شاركت على مستوى فلسطين، بعدها شاركت مع الاتحاد على مستوى العرب. حلمي الشخصي انه احقق اول شيء ميدالية ذهبية على مستوى العرب، بعدها اتطور. صار لي بلعب وانا بالصف الثالث، يعني صار لي تقريبا 3.5 سنين. هي بكل شيء بتاثر بحياتي، بس يعني تنظيم وقتي، بتركيزي في الدراسه، في اني كيف اجيب النقطه. أوقات جميلة بالمدرسة وحكمة اليوم، بتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع في حلقة اليوم من برنامج كشكول. هلأ صار لازم أودعكم، ولقائنا الأسبوع الجاي في فقرات منوعة جديدة وممتعة ومسلية وكمان مفيدة. إلى اللقاء.